قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: يجتمع اليوم المسلمون في أنقى وأرقى تجمع على وجه الأرض على صعيد عرفات، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المؤمنين دعاءهم، وكل عام وجميع الشعوب الإسلامية في خير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات وقبول الطاعات. إلهي عالي الشاني يا الواحد الفرد نظرة منك تغنيني، سجد لعزة جلالك جسمي الفاني، وخلعت عز الملوك ورجفة سني ناجيني، لك جيت ساعي إلى مكة بوجداني، يا مالك الملك بالرحمة تلاقيني، وكانت مصابيح مكة نور رب محيطه بالمصليني، طفت وسعيت وبكى في الليل والهاني، قلب إذا قال الله وأكبر يليني، فيض من النور حياني وأحياني، يا خالق النور انت بس تهديني، وقفت والليل يشهد طول حرماني، انظر لحالي إلهي لا تخليني، في مهبط الوحي والتنزيل فجاني، شعور ما ينوصف ما زال يشجيني، كأنه أمامي محمد خير عدناني، وحول الصحابة جنوده والمطيعين، الملك لله وحده والعظمة لله وحده، هو ملك الملوك وهو الباقي والكل فان، ولا يدوم ملك لمتكبر، لأن الكبر لله وحده.